السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الـ Specific Energy Application. الدكتور كان شرح في المحاضرة 4 تطبيقات: الهام والصم والكونتراكشن واللارجمنت. أنا الدكتور كان شرح الهام وطبق عليه. إيه فكرة الهام سريعا؟ إن أنا دلوقتي عندي ارتفاع مفاجئ في البيد ليفل، أو إن هو في سد صغير كده في البيد ليفل، فناتج عنه ايه؟ زي ما احنا شايفين كده انخفاض في سطح الماء. طبعا الكلام ده من دقيق، لان انا عندي بيختلف على حسب الفلو اللي جاي في الابستريم. انا عندي كده الابستريم وده الداونستريم، بس في المجمل يعني لما يكون عندي هم الـ E1 هتساوي الـ E2 بلس الـ زد او دلتا زد يعني، والتوتال رينج لاين على طول بيبقى قفل كده، مفيش اي فرق فيه. تمام، الاختلاف كله بيبقى في البيد ليفل. ده احنا شايفين المعادلة اللي عندي الجنرال E1 بتساوي E2 بلس دلتا زد. طيب تأثير بقى على لو الأبستريم عندي سب كريتيكال فلو. لو عندي سب كريتيكال فلو زي ما احنا شايفين كده، دي الرسمة طبعا اللي هنرسمها في المسألة. أول ما نحدد طبعا التايب اوف فلو، ده أول حاجة احنا بنعملها في المثال. بنرسم الشكل ده كده، بنرسم البيد ليفل، وبنرسم الووتر بروفايل، وبنرسم التوتال انرجي لاين، وبنحدد طبعا لو عندي السب كريتيكال يبقى انا عندي هنا الايه، الخط بتاع الواي كريتيكال بيساوي بيبقى دوتد كده، بيبقى اقل من الايه، الارتفاع بتاع الواي واحد ده. تمام كده يا شباب، انا عندي اي واحد بتساوي 2 بلس دلتا زد. انا الاحظ بس السب كريتيكال لما يقابلني ارتفاع في البيد ليفل هيحصل انخفاض في سطح المية. تمام كده، ما نتلخبطش بس ما بين السب كريتيكال والسوبر كريتيكال. نفس المعادلة اي واحد بتساوي 2 بلس دلتا زد. السوبر كريتيكال هو اللي بيختلف، بيبقى عندي هنا طبعا ارتفاع المية قليل، بعد كده اول ما بيقابل الصمب عندي الهامب بيحصل ارتفاع في سطح المية بالشكل ده. تمام كده شباب، نتيجة الدلتا زد عندي برضو اي واحد هتساوي E2 بلس دلتا زد. دي العلاقة عندي ما بين الواي والإنرجي، كان الدكتور شرحها في الـ Specific Energy. لو أنا عندي دلوقتي إيه الحالة بتاعتي؟ لو أنا عندي الدلتا زد ماكسيمم، يعني إيه الدلتا زد ماكسيمم؟ يعني أنا عندي على طول الـ E2 هتساوي E مينيمم، الـ Y2 هتساوي Y كريتيكال. يبقى أنا عندي لما يكون عندي أو لما يطلب عندي الزد ماكسيمم، على طول أعرف إن الـ E2 E مينيمم وال Y2 Y critical. تمام يا شباب، ده في حالة الصب أو السوبر يعني. يبقى عندي E1 هتساوي E minimum plus Z maximum في الحالتين يعني. طيب لو أنا عندي دلوقتي في حالة ال Z دي أكبر من Z maximum، لو في حالة ال Z أكبر من Z maximum هيحصل إن في إنرجي جديدة اسمها E1 داش هتتولد قبل الهم. تمام كده، انما الفلو مهما تزيد الزد مش هتتغير في الداون ستريم عن الاي مينيمم والواي كريتيكال. ناخد بالنا مهما تزيد الزد ماكسيمم، الواي 2 هي واي كريتيكال، والاي 2 هي الاي مينيمم. انا عندي لما اكتشف او لما اعمل تشيك يعني يطلع الزد عندي اكبر من الزد ماكسيمم، لازم على طول اجيب الواي 1 داش واجيب الاي 1 داش. طب اجيبهم ازاي؟ دي كده القوانين بتاعتنا، ال E1 هتساوي ال E1 بلس كيو سكوير على 2 جي اي سكوير. ده كده ال E1 في الابستريم. ال E1 داش اللي هي قبل على طول الهامب اللي هو اكبر من الزد ماكسيمم هتساوي E1 زائد الفرق ما بين الزد ماكسيمم والزد اللي عندي، الزد الكبيرة ناقص الزد ماكسيمم اللي هي اقل من الزد اللي عندي. هعوض على طول بالناتج دوت بحيث ان انا اطلع ال Y1 داش. وهنا طبعا المعادلة بتاعتي الـ general مش هتبقى E1 بتساوي E minimum بلس الـ Z، لأ هتساوي E1 داش هتساوي E minimum بلس الـ Z. تمام كده يا شباب، دي الحاجة بس الوحيدة اللي هتتغير عندنا. طبعا الحاجات دي كلها هنطبق عليها في الـ في الـ في, الـ في الشيت وظاهرة يعني، وأنا حلل الشيت كله. ولو في حد طبعا عنده أي أسئلة طبعا هيبعتها لي. تاني حاجة، لو حصل عندي ايه انخفاض في البيد ليفل، هيحصل عندي هنا ان ال A1 هتساوي ال A2 ناقص ال Z.
او زي ما الدكتور كاتبها اي واحد بلس الزد بتساوي ال اتنين، تمام كده؟ عكس يعني ايه ال 100. وفي حالة ال sub critical طبعا ايه ال bed level انخفض بس منسوب سطح المية ارتفع. في ال super critical flow المنسوب بتاع المية طبعا هينخفض مع انخفاض ال bed level، وتفضل المعادلة برضه ايه واحد بلس زد بتساوي ال اتنين. دي خطوات الحل كده يا شباب اللي انتوا ان شاء الله هتلتزم بيها. هيكون عندي المثال مديني ال b واحد، مديني الواي واحد، مديني الكيو، مديني الزد. هو بيبقى عاوز الواي اتنين او الارتفاع فوق الهامب. اول خطوة بعملها برسم طبعا القطاع اللي عندي المستطيل او الترابيزويد اللي عندي، وبحط عليه الابعاد بتاعتنا واي واحد والبي واحد. الابستريم طبعا الاول بشتغل عليه الاول، برسم الووتر بروفايل عن طريق ان انا بحدد اذا كان هو صب او سوبر من فلويد نمبر ال V، واجيب ال Fluid Number واجيب ال Q واحد واجيب ال E واحد. ده كده كله في ال Upstream. بحدد ال Flow بتاعي اذا كان Sub او Super. ال Downstream انا عندي E واحد بتساوي ال E اتنين بلس ال Z في حالة ال Hum. في حالة ال Sum هتبقى E واحد بلس ال Z بتساوي ال E اتنين. نفس الخطوات بس المعادلة مختلفة. وهنا ال انا عندي طبعا ال E اتنين هجيبها عن طريق ال Y اتنين بلس كيو سكوير على 2 جي واي 2. ومن هنا يبقى المجهول بس اللي هو الواي 2 نجيبها عن طريق ترايل اند ايرور في الآلة. شيفت سولف برضه هيطلع لي ناتجين مش ناتج واحد، هيطلع لي الناتج في حالة لو هي ماشية صح وفي حالة ان هي ماشية صح. سوبر. انا طبعا بحدد الفلو في الابستريم، لو هو صب هيبقى هيكمل بعد الهامب صب زي ما هو، فانا هياخد الرقم الكبير. لو هو سوبر فانا هيكمل برضو بعد الهامب سوبر، فانا هاخد الرقم الصغير. ده هيبان في المسائل. لو هو طلب مني عاوز دلتا زد ماكسيموم اقصى ارتفاع للهامب، ده هينتج عنه ان الفلو في الداون ستريم هتساوي الاي مينيمم والديبس هتساوي واي كريتيكال. هيبقى عندي الاي واحد والاي مينيمم، هيبقى بس لما بقول عندي الزد ماكسيموم هجيبها اعمل تشيك طبعا على لو بقى مديني الزد طلب زياده، يعني هو مديني الزد اكبر من الزد ماكسيمم اللي انا طلعتها. في الحاله ديت انا هيبقى المطلوب مني ان انا اجيب انرجي واي واحد داش واجيب الواي واحد داش الدبس الاب ستريم اللي قبل الهامب على طول زي ما وضحت في الشرح. هتبقى دي الخطوه الزياده يعني اللي ايه اللي هطلب منها. طيب الجزئية بتاعة ال contraction هنا عندي ال bed width حصل له انخفاض قل، يعني العرض ال channel بتاعتي قل من مثلا 4 متر ل 2 متر. اللي ينتج عندي ان مفيش اختلاف في ال energy E واحد هتساوي 2، هي دي المعادلة اللي انا هشتغل عليها. يبقى انا عندي E واحد بتساوي 2، هيكون المعطى عندي E واحد و B واحد و B 2، ويبقى عاوز عندي ال Y 2 ارتفاع المية نتيجة الكونتراكشن. لو عندي الكونتراكشن او البيد ويتس بقى بي مينيمم، هينتج عندي زي الزد ماكسيمم بالظبط كده. الفلو الداون ستريم اللي هيبقى اي مينيمم، الواي هتبقى واي كريتيكال، ومن هنا اجيب البي مينيمم. لو البي اقل من البي مينيمم هنا بقى هينتج عندي مش زي زد ماكسيمم، هينتج عندي كيو اتنين جديدة اللي هي الكيو البي الصغيرة، هينتج عنها كيو واي كريتيكال جديدة نتيجة ان الكيو سمول اللي هي متر مكعب بير يونت ويتس بقت صغيرة، فبالتالي الواي كريتيكال هتبقى اكبر من الواي كريتيكال اللي انا طلعتها فوق. ده هيبان في المثال. وهينتج عندي برضو انرجي اي واحد داش هتساوي 1.5 واي كريتيكال الجديدة، وهينتج عندي ايه ارتفاع في المية قبل الكونتراكشن اسمه واي واحد داش. ده نتيجة ايه لو البي اقل من البي مينيمم. في مثال بالارقام طبعا هيشرح. طيب لو عندي انلارجمنت، لو عندي ان الشانل بتاعتي العرض بتاعها كبر مرة واحدة بقى مثلا من 2 بقى 4 بقى ده
نفس المعادلة ال E واحد بتساوي ال E اتنين، هيديني هو ال E واحد وال B واحد وال B اتنين، هيبقى عاوز ارتفاع منسوب المية نتيجة النرجم. نفس الخطوات بتاعة الكونتراكشن بالظبط، هيكون عندي مديني ال B واحد وال Y واحد وال Q توتال، ومديني ال B اتنين وبقول له عاوز ال Y اتنين. طبعا أنا بشتغل في الأول كل المسائل بشتغل في الأبستريم الأول، عشان خاطر دي طريقة محددة، يعني دي خطوة محددة إن أنا أجيب كل الداتا بتاع الأبستريم، سواء كان بقى مستطيل أو ترابيزويد، اللي أجيب كل الداتا بتاع الأبستريم، أجيب الإنرجي وأجيب الفيلوسيتي وأجيب الفلويد نمبر وأحدد التايب أوف فلو وأرسم الرسومات ديت، أنا كده خدت نص الدرجة. يعني دي خطوة ثابتة في كل التايبس بتاعت اللي عندي، اللي هو سواء هامب أو صامب أو كونتراكشن أو اللارج. نفس الخطوة دي بالظبط في كل التايبس اللي عندي. بعمل تشيك هنا ان البي عندي اكبر ولا اقل ولا بتساوي البي مينيمم، فانا بجيب على طول البي مينيمم، ومن هنا اشوف بقى البي 2 اللي هو اللي في المثال الدهاني، لو اكبر من البي مينيمم بشتغل عادي الاي 1 بتساوي الاي 2 واجيب الواي 2، لو البي بتساوي البي مينيمم هقول ان الواي 2 بتساوي الواي كريتيكال واشتغل بالقوانين بتاع الواي كريتيكال، لو البي عندي اقل من البي مينيمم هيطلع فيه كيو سمول جديده نتيجه البي الجديده بتاعتنا اللي هي اصغر من البي مينيمم، هيطلع لي واي كريتيكال جديده نتيجه الكيو سمول الجديده برضو، وهيطلع لي اي واحد داش بتساوي واحد ونص واي كريتيكال، ومن هنا اجيب الواي واحد داش. سريعا ده لو عندي هامب اند كونتراكشن في نفس الوقت، يعني ايه حصل عندي دلوقتي عرض البيد ويدث قل، وانشا سد او حصل ارتفاع في منسوب البيد ليفل في نفس القطاع، يعني هيكون مديني هو كان هيبقى يا اما مديني اتنين جيفن اللي هو العرض البيد ويدث الجديد، ويطلب مني الدلتا زد ماكسيمم، او هيكون مديني الدلتا زد ويطلب مني البي مينيمم. دي الخطوات، يعني يا اما هيديني ده يا اما هيديني ده. الخطوات بتاعتنا الابستريم زي ما هو برضه هنحدد اذا كان هي سب او سوبر، هعمل تشيك على الزد ماكسيمم عشان اعرف الفلو اللي بعد اللي هم الدول اللي تبع مديني الزد، هشوف الفلو اللي ماشي بعد الهامب اي مينيمم ولا اي عاديه، ابدا بقى اشوف الداون ستريم، لو الزد اقل من الزد ماكسيمم اشتغل عادي واجيب الواي 2، لو الزد بتساوي زد ماكسيمم اجيب الاي مينيمم، لو الزد اكبر هينتج عني انرجي اي واحد قبل الهامب على طول وهينتج عنها واي واحد داش، هجيب الواي واحد داش. تمام، في الحالة في كل الحالات ديت الفلو داون ستريم هتساوي الـ A minimum، لو الـ Z بتساوي Z maximum هيبقى الـ A minimum، لو الـ Z أكبر من Z maximum هتساوي A minimum. طيب نبدأ في حل الشيء بتاعنا ده كده الـ أول سؤال عندي النظري، طالب مني أرسم الـ Water Flow Profile وأرسم الـ Total Energy Line وأحدد الـ Critical Depth والـ Bed Channel في لو عندي Hump أو عندي Depression. طبعا الرسومات موجودة بشكل أوضح في الشرح فوق، هنرسم طبعا بطريقة منظمة، أنا راسم كروب كده بس، فبس دي الإجابة، يعني دي الإجابة بتاعت أول سؤال. بعد كده دي الأسئلة اللي هي على الهامب والصامب اللي الدكتور شرحها، هي كلها مباشرة مفيهاش أي أفكار، أنا هخش على طول على الكونتراكشن عشان خاطر فيها بعض الأفكار ما يكونش الفيديو طويل. يعني لو في حد عنده اي اسئله في الاجابات اللي انا باعتها بتاعت الجزء بتاع الدكتور اللي هو الهامب والصم يبعت لي وانا ايه وانا اشرحها له باستفاضه. يعني هنخش على طول على المثال رقم 8، وده اول سؤال عندي في التطبيقات عندي في الكونتراكشن، مديني سرعه شانل 1.5 متر على الثانيه، مديني واي 1.2، مديني بي 1.2، مديني بي 2.1، ده كده في المرحله الاولى، ومديني بي 3 لو عندي البي
تلاتة بتساوي بي مينيمم ناقص 15. عاوز ايه هو؟ عاوز البي مينيمم، عاوز الواي 2، وعاوز الواي 1 داش. اول حاجة عاوز الدبس في حالة البي بتساوي 1.5. انا هدرس طبعا الابستريم الاول. انا عندي طبعا عارف ان نتيجة الكونتراكشن الانرجي ما بتتغيرش، اي واحد بتساوي 2. هجيب الكيو اللي ماشية، كيو سمول بتساوي 3.75 اللي هي بتساوي الفي في الواي، وي كيو كابيتال بتساوي ايه في البي، فطلعت ب7.5. هجيب الانرجي ابستريم طلعت ب واي واحد زائد بي واحد سكوير على 2 جي بتساوي الواي 2 اللي هو في الداون ستريم، زائد كيو سكوير على 2 جي ايه 2 سكوير. انا عندي كل حاجة معلومة ما عدا الواي 2. هجيب الواي 2 هيطلع لي ناتجين 2.39 و0.85. هحدد الناتج على حسب الفلو اللي في الابستريم. فلويد نمبر بتساوي ال V على جذر ال G في ال Y. طلعت من هنا ايه؟ ان ال fluid number اقل من واحد، اقل من واحد يعني subcritical flow، يبقى ال Y2 عندي هتساوي 2.392. تمام، خدت الرقم الكبير عشان خاطر subcritical. طيب B بقى بيقول انا عاوز عندي B minimum. خلاص انا عندي B minimum يعني ال flow في ال downstream هتساوي ال E minimum. E1 بتساوي ال E minimum، يعني 2.6 بتساوي 1.5 واي كريتيكال. اطلع هنا واي كريتيكال، اطلع الكيو ماكسيمم اللي هي نتيجة البي مينيمم، اللي هي الكيو سمول يعني اللي متر مكعب باليونت ويتس. الجذر التربيعي للواي كريتيكال تكعيب في الجي هتطلع ب7.2 متر مكعب سكن بير يونت ويتس. من هنا اطلع بي مينيمم بتساوي كيو على الكيو، كيو كابيتال على الكيو سمول، هتطلع لي 1.4. طيب السي يقول لي بقى لو اللي عندي البيد مين هو انت طلعتها ديت، انا طرحت منها 15 من 100 متر، ايه اللي هينتج عنها؟ انا طبعا هينتج عني كيو جديدة، كيو تلاتة هتساوي كيو على البي تلاتة الجديدة، وبرضه هينتج عني واي كريتيكال نتيجة التغيير كيو سمول، لأن القانون عندي الجذر التكعيبي لكيو تربيع كيو سمول تربيع على الجي. طلعت واي كريتيكال، هطلع الاي مينيمم الجديدة اللي هي 1.5 في الواي كريتيكال اللي انا طلعتها. ال اي واحد داش، اي واحد داش دي اللي هتنتج على الانرجي اللي هترتفع قبل ال قبل الكونتراكشن، هتساوي ال اي تلاتة اللي هي بتساوي ال اي مينيمم اللي هي 2.9 تساوي واي واحد داش في كيو واحد تربيع على 2 جي واي واحد تربيع. عندي كله معلومة عدا الواي واحد داش تغير عندي يقوله، هطلع ال واي واحد داش ونتيجة الفرويد نمبر اللي أنا طلعته طلع سب كريتيكال، هيطلع لي الناتج ايه؟ الناتج الصغير والناتج الكبير. هاخد الناتج الكبير عشان خاطر سب كريتيكال. ده مثال تاني بأرقام مختلفة بس بطريقة الحل المنظمة بقى اللي أنا قلت لك عليها. نفس القصة، مديني ال Q، مديني ال S، ومديني ال N، وعاوز مني ال Q maximum اللي هي عند البي مينيمم. فمن هنا على طول انا جبت الايه الابستريم، جبت الكود نمبر وحددت ان هو سب كريتيكال فلو، وجبت الاي 1 بتساوي 4 3. طيب في حاله الاي مينيمم هيبقى الداون ستريم واي كريتيكال، من هنا هجيب الايه واي كريتيكال بتساوي 1.5 الاي 1 اللي انا طلعتها، قصدي 2 على 3 الاي 1 اللي انا طلعتها. من هنا تطلع الاي واي كريتيكال 2.86. ال Q 2 اللي هي ال Q maximum هتساوي الجذر التربيعي لل G Y critical تكعيب. طلعت ال Q small، هنا هجيب ال D minimum Q critical على ال Q small، واجيب ال V. ال V هنا انا بحتاجها عشان خاطر ال sketch، يعني بجيب ال V عشان خاطر لما اجي ارسم ال total energy line احط القيم بتاعته كلها بالايه؟ بالارقام، يعني اللي هي ال V square على 2 G. الحالة التانية اللي عندي اللي هو لو عندي ده كده السكتش اللي انا قلت عليه، انا عندي الجي مينيمم هنا كانت 6 بي، فانا عندي هنا دلوقتي البي بقت اقل من البي مينيمم، هينتج عندي هنا كيو 3 اللي انا قلت لك عليها جديدة، هيطلع عندي واي كريتيكال جديدة، وهينتج عندي ايه ارتفاع في منسوب سطح المية بالشكل اللي انت شايفه ده. وهيبقى المعادلة عندي بتقول ان ال اي واحد داش بتساوي ال اي تلاتة، ملهاش دعوة بقى خلاص بال اي واحد اللي ورا.
بس دي الخطوات بقى نفس المثال اللي فات بالظبط يعني، بس بخطوات الرسم يعني، لازم ترسم وكل النواتج اللي انت طلعتها بالشكل ده يعني، بي واحد سكوير على 2 جي ساكن من 10، بي واحد 4.1، في 2 سكوير على 2 جي 1.43، واي 2 2.86. فالرقم 9 عندي مستطيل ال 12، البي واحد عنده 12 فيت، وعندي البي 2 تساوي 6 فيت اللي هي بي مينيمم، الواي 2 اللي هي طبعا الواي كريتيكال تساوي 3 فيت، عاوز الواي 1. طيب انا عندي هبدا بقى من الداون ستريم. الداون ستريم عنده كله معلوم، اللي هو الايه مينيمم او الكريتيكال فلو، اجيب الكيو ماكسيمم هتساوي الجي في الواي كريتيكال، اجيب الكيو كابيتال، ومن هنا اجيب الاي مينيمم او الاي 2 بالشرط الاي 1 تساوي 2 الاب ستريم ده، كيو 1 تساوي كيو على الجي 1 اللي عندي، ومن هنا اجيب الواي 1. الواي 1 هتطلع لي بايه؟ برقمين، ساب كريتيكال وسوبر كريتيكال. انا مش هعرف احدد الفلو اللي ماشي ساب ولا سوبر، بسبب ان انا اللي مستنتج الدبس اللي عندي. انا هنا هرسم الووتر بروفايل بتاع الساب والسوبر كريتيكال، واطلع النواتج الخاصه بالايه بالانرجي في حاله الساب وفي حاله الايه السوبر. الانرجي مش هتختلف، بس الواي واحد هتختلف، والفي واحد سكوير على 2 جي هتختلف، والواي واحد داش هتختلف، والفي واحد داش سكوير على 2 جي هيختلفوا بالشكل ده كده. فانا هنا انا وقعت ايه في حاله الساب كريتيكال، الفلو هيبقى ماشي عالي، هيحصل كونتراكشن، هيحصل انخفاض في سطح المية. في حالة السوبر واي واحد هنا قليلة، البي واحد سكوير على 2 جي بسبب ان السرعة كبيرة هتبقى كبيرة، وهوصلها بالواي كريتيكال. في الحالتين الداون ستريم في حالة الكيو ماكسيمم او البي مينيمم، اي الاي بتساوي اي مينيمم. تمام كده شباب، دي كده النواتج بتاعة الايه السكتش اللي عندي. رقم 10 عندي بقى ترابيزويدال شانل، العرض بتاعها 5 متر، وبعد كده بيتحول القطاع دوت عند نفس العرض ليه مستطيل. بكل بساطة أنا هشتغل في الأب ستريم بس بالقوانين الجنرال بقى. هنا بقى هحتاج التوب ويتس بتاع ترابيزويدال بتساوي الخمسة اللي هو البيد ويتس بلس الايه الزد واي، الزد بواحد، الواي هنا ايه بأربعة، يبقى هنا عندي أربعة وأربعة تمانية وخمسة 13. تمام، حصل ايه بقى؟ حصل ان برضه كونتراكشن، يعني حصل ان السايد سكوب بتاعي بدل ما هو كان واحد بواحد بقى ايه بزاوية 90، بقى قوي، فبقى اتحول الشكل من ترابيزويد اللي مستطيل. انا الاب ستريم هحدد برضه الفلو بتاع الساب كريتيكال، هجيب الانرجي واحد، الانرجي واحد بتساوي الانرجي اتنين. تمام، وهشتغل عادي خالص، الكيو 2 بتساوي الكيو على البي، كده هشتغل بقى ايه في القطاع المستطيل بقوانين المستطيل عادي، انما هنا كنت شغال بالايه على القطاع الترابيزويدال بالقوانين الجنرال اللي عندي اللي انا حافظها طبعا. هنا طلعت الايه الواي 2 اللي عندي. طيب في حالة بقى ايه ان اللي عاوز المينيمم هايت للهم الموجود في الكونتراكشن، انا عندي كده خلاص، انا دخلت عملت هنا ايه، عملت هنا كده هم في بداية الكونتراكشن. تمام كده، عاوز اللي هينتج عنه بقى مين هو هم، اللي هينتج عنه ايه كريتيكال ديبس واي كريتيكال. طيب اللي هينتج عنه واي كريتيكال اللي هو دلتا زد ماكسيمم. يبقى انا خلاص انا دخلت في المستطيل، ماليش دعوة خلاص بالترابيزيوم، عاوز بقى ايه الزد ماكسيمم. طيب انا عندي واي كريتيكال هتساوي الجزء التكعيب اللي فيه 2 تربيع على الجي، هنجيب الواي كريتيكال، هنجيب الاي مينيمم، الاي 1 بتساوي الاي 2 زائد الزد، الاي 1 انا طلعتها 4.05 بتساوي 2.68 اللي هي الاي مينيمم انا طلعتها، ونجيب من هنا الزد ماكسيمم بكل بساطة. طيب مثال رقم 11 عندي مديني البي 1 بيساوي 4 متر، ومديني البي 2 بيساوي 2 متر، ومديني بقى الاسلوب عندي في الشانل 1 من 1000. ومثلا لو انا عاوز الويتس هيحصل عندي كونتراكشن يعني، اللي هينتج عنده ايه كريتيكال الدبس، وتاني حاجة عاوز الارتفاع الهامب اللي هينتج عنده كريتيكال الدبس. يبقى انا عندي مسألتين في مثال واحد، مثال الهامب ومثال للايه للكونتراكشن. اول حاجة انا هبدأ بالكونتراكشن عندي،
دي كده الكيو من المعطيات اللي عندي، طلعت عندي ب 16.86 متر مكعب في السكن. هجيب الكيو سمول تطلع 4.21. الفلوسي حددت الايه الفلو اب ستريم، طلعت سب كريتيكال فلو. جبت الانرجي واحد تطلع 2.2. انا عاوز ايه؟ عاوز البي مينيمم. البي مينيمم اللي ينتج عنه ايه؟ كريتيكال فلو. يبقى انا اجيب الواي كريتيكال بتساوي ايه؟ 2 على 3 الاي. الاي عندي في حالة الكونتراكشن هي الاي واحد، يبقى الاي واحد بتساوي الاي 2 في حالة الكونتراكشن. هتطلع عندي الاي واي كريتيكال، هنجيب الكيو ماكسيمم وهنجيب من هنا الايه البي مينيمم. تمام. تاني حاجة عاوز بقى الدلتا زد ماكسيمم. الدلتا زد ماكسيمم الاي واحد ما بتساويش الاي 2، الاي واحد بتساوي الاي 2 بلس الزد. المعادلة اللي انا استخدمتها في البي مينيمم مش هستخدمها في الهامل. هجيب برضو كل الخطوات دي كلها خطوات مكررة في المثال اللي فوق، مش هنعملها تاني. هنجيب الاي واحد بتساوي اتنين، الاي واحد بتساوي 2.22، ومن هنا هنجيب الايه الواي كريتيكال بتساوي 1.22. بس هنا بقى الفرق ان عندي الاي واحد بتساوي الاي 2 بلس الزد، فالزد بتساوي الاي واحد ناقص الاي 2. الاي 2 ديت اللي هي الاي مينيمم هي 1.5 واي كريتيكال، ومن هنا 2.2 ناقص 1.82 هيطلع ان الزد ماكسيمم بيساوي 4.10. كده كده خلصنا الايه كل المسائل اللي على الكونتراكشن اللي على الجزء اللي كان واقف قدامكم. لو في اي حاجه مش واضحه يا ريت تبعتوا تتواصلوا معايا وانا اوضحها لكم بشكل تاني. وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.